مرحبا بكم تتفرجوا في بر الأمان للبحوث والإعلام. أنا محمد حديد رئيس تحرير بر الأمان، ومعنا اليوم لينا بن عبد الله. مرحبا بك لينا. مرحبا، شكرا. شكرا لينا على قبول الدعوة. أنت Assistant Professor of Politics International Affairs في Wake Forest University. أصدرت كتاب اسمه Shaping the Future of Power, Knowledge Production and Network Building in China-Africa Relations. باش نقاو الرابط في الـ comment part. وحاليا ماكش قاعدة تدرس على خاطر تحضر في كتاب جديد، وإن شاء الله بالتوفيق. اهتمامك لينا بن عبد الله هو في العلاقات متعددة الأطراف الصينية مع القارة الأفريقية، وكيف وتحاول أنه تقوم بتنظير الديناميكية اللي موجودة ما بين البلدان الجنوب the global south، ورغم أنه البلدان هذه موجودة تحت نفس الخانة global south، فإنه العلاقات ما بيناتهم فيهم بعض الهيمنة القوة والضعف. لينا بن عبد الله، مرة أخرى يعيشك على قبول الدعوة. كيفاش وصلت باش تخدم على الموضوع هذا، موضوع العلاقات الصينية مع القارة الأفريقية عموما؟ صحيح، شكرا أولا على الدعوة. شرفني يعني نكون معاكم اليوم نتكلم على بحوثي. طبيعة الحال الصين هي اليوم أكبر بارتنر للقارة الإفريقية من حيث التجارة، من حيث الصادرات، من حيث فهنا يعني تقريبا صعيبا نتكلموا على العلاقات الدولية لما نتكلموا على دور الصين في العالم، يعني globally globalement. ولكن أنا بطبيعة الحال من كوني درست تخصصت في الدراسات الإفريقية في الليسانس، ودرست على إفريقيا والسياسة الإفريقية في الماسترز ديجري، فكانت هذه حاجة يعني طبيعية بالنسبة لي أن تخصصت في بحث العلاقات الصينية الإفريقية في الدكتوراه. فهذه كانت الموضوع اللي خدمت عليه في ديسيرتاسيون تاع الدكتوراه، وكان هو موضوع كتابي الأول أيضا. ولمحة على الكتاب الثاني من قبل ما نمر للسؤال بالتفاعل. الكتاب الثاني هو أيضا نظري كثير على القارة الإفريقية، على استعمال على سياسة الماضي، على politics of the past، واستعمال هو باش نعطيك مثال الآن. لما تشوف مثلا أردوغان في سياسته الخارجية مع الدول الإفريقية، كان بزاف استعمالات التاريخ والدولة العثمانية بالخصوص في المسلسلات وبالخصوص في الناحية الثقافية، وكان واحد التجديد يعني تاع النوستالجيا تاع الماضي باش يرجع دور تركيا يعني في إفريقيا. فهذا هو يعني تقريبا الاختصاص اللي راح يكون موضوع في الكتاب الثاني. راح نشوف على الصين، فلما تشوف منذ 500 عام الصين كانت تحت دولة تشين والمين داينستيز، كانت علاقات صينية إفريقية في العام 1500 و 1400 وكذا، قبل يعني ما جاءوا الأوروبيين وقبل ما جاءت أمريكا وقبل ما جاءت هذه الدول الجديدة. فاليوم لما نشوفوا سياسة الصين الخارجية في إفريقيا اليوم، يتكلموا كثيرا على طريق الحرير سيلك رود. وهذا طريق الحرير، ومع أنه شي جين بين الرئيس الصيني تحدث عليها في 2013 في أول مرة كسياسة خارجية للصين، فهي تترجع من قبل 500 عام من قبل، فيعني كان تاريخ قديم للطريق الحرير. وكان هنا ربط بين المستقبل وبين الحاضر وبين مع الماضي. فهنا تستعمل الصين، تستعمل الماضي، هذاك القصص، ولما نشوفوا images يعني صور طريق الحرير، ولما نشوفوا يعني القصص اللي جاء على طريق الحرير، فهي كانت une époque الثراء يعني كانت des échanges culturels و économiques، ما كانش فيها الكولونياليزم. فهنا الصين تستعمل هذيك الادفانتج تاع
التاريخ والماضي وتاع اليوم باش تربط علاقتها مع أفريقيا على أساس أنها ماهيش يعني دولة مهيمنة وماهيش. فتركيا تدير نفس الشيء مع الدولة العثمانية. احنا نعرفوا اليوم كاين بزاف هذا يعني هذا التقاليد يعني العثمانية اللي بدأت ترجع خاصة في شمال أفريقيا وفي السودان كذلك. فكان يعني بعض يعني السياسيين اللي يحبوا يستعملوا الماضي باش يكونوا علاقتهم مع أفريقيا على أساس أنهم ما همش دول مستعمرة وما عندهمش تاريخ استعمار كما التاريخ الأوروبي. فهنا نشوفوا تقريبا استعمال الماضي لتشكيل المستقبل للعلاقات الصينية ولا التركية مع أفريقيا. شكرا على التوضيح وإن شاء الله نطلع عليه الكتاب على قريب. فيما يخص القارة الأفريقية كي نطلع على البحوث اللي متعلقة بالعلاقة ما بين الصين وأفريقيا، في غالب الأحيان نتحدث على أفريقيا ما جنوب الصحراء. هنا نحب نسألك، هل هناك فرق في السياسة الخارجية الصينية ما بين الدول العربية شمال أفريقيا وباقي دول القارة الأفريقية؟ هي في الحقيقة دول شمال أفريقيا عندها أفونتاج كبير مع الصين، لأنه الصين تتعامل مع دول شمال أفريقيا مرتين، تتعامل معها على أساس دول عربية. لما تتعامل مع الدول العربية عامة وعلى الأرب ليج ليغا غاب جامعة العربية تتعامل معها، أيوة، وتتعامل معها مع 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 مع, مع, مع القارة الإفريقية تقريبا. فعندها عندنا هذاك الأدفانتج تاع نكونوا مع علاقات الصين مرتين، مرة مع الدول العربية ومرة مع الدول الإفريقية. فكان يعني بصح في الحقيقة ما كانش فرق كبير كبير كبير. هي في الدول الجنوب الصحراء الإفريقية الصين تمت بزاف الفورين ايد الاسيستانس. في شمال إفريقيا ما كانش بزاف العلاقة الفورين ايد، كان أكثر منها علاقة استثمار ولا علاقة contracts. فيكون مثلا الحكومة الجزائرية مثلا لما كانت مع بوتفليقة كان برنامج كبير تاع البنيان، بناء الوحدات السكنية. فكان يعني الحكومة الجزائرية جابت شركات صينية باش تدير هذا يعني الوحدات السكنية. ف it's contracted، ماهيش foreign aid، ماهيش assistance. يكونوا either يعني إما contracts وإما استثمارات. فهذه واحدة من الخصائص يعني اللي تفرق شمال إفريقيا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع بقية القارة الإفريقية. وفي ناحية يعني فشي يعني similarity كان يعني كان بزاف similarities، فخصوصا من ناحية التاريخ. فهنا الصين كان عندها علاقة قديمة بالدول شمال أفريقيا مع الجزائر من 1958. الصين مثلا استعرفت بالحكومة المؤقتة الجزائرية مؤقتة قبل الاستقلال يعني. فهذه قديمة العلاقات الصينية بشمال أفريقيا. ونفس الشيء مع المغرب، نفس الشيء مع مصر. مع تونس، مع مصر كذلك. مصر هي أول دولة عربية استعرفت باستقلال الصين في 1948، فعندها علاقة قديمة مع مصر. وهذه حاجة يعني تربط شمال إفريقيا بالقارة بالبقية الدول الإفريقية، لأنه الصين دارت نفس الشيء مع أنغولا، نفس الشيء مع أفريقيا الجنوبية، مع غانا، مع غيني. الكثير من الدول الإفريقية اللي ساعدتها الصين لعبت دور كبير في 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 حروب التحرير التحريرية ضد الاستعمار الأوروبي. هذه من ابرز يعني السيميلاريتيز. شكرا اذا تعرفها ما نخموش فيها ديما. والحقيقه رغم الاطلاع على الليتريتشر مع الموضوع هذا، فانه المقاربه هذه ممكن تكون بعض الاحيان ماهيش
يعني با ميز ان افون ماهيش محطوطه يعني مضيئه بما فيه الكفايه. لينا بن عبد الله، شنو هي الشيء اللي فاجئك في هال تقريبا 10 سنين بحث على المساله الافريقيه وعلاقاتها مع الصين؟ شنو هي الحاجه اللي خليتك بالحق يعني اها مومنت كيف ما يقولوا يعني ذات بلو يور مايند انت كباحثه؟ كان بزاف اها مومنتس في افريقيا، فتعرف يعني كان اها مومنتس ريفلكسيف وكان اها مومنتس يعني اللي يكونوا مور اكاديميك. ف من الامور اللي ما زالت اليوم تغيب لي فيها يعني انه لما نتكلم مع جزائريين ومغاربه وعلى العلاقات الافريقيه الصينيه وكاني نتكلم على قاره اللي ما هيش تعنينا احنا. فهذه من الامور اللي دائما تخليني راسي دايخ يعني تقريبا القاره الافريقيه هي somewhere else يعني ما هيش الجزائر ومش تابع عليها بشمال افريقيا عموما يعني. فهنا ساعات تشوفها ايضا هذا يعني هذا القص هذا يعني الفصل بين شمال إفريقيا وبقية القارة الإفريقية هذه يعني it's a mystery اللي ما زالها دور في راسي منيش فهم علاش. نلقوها في الأكاديمية الأمريكية، نلقوها في البحوث الأوروبية دايما لأنه شمال إفريقيا تبع يعني القارة وحدها. فهذه دايما يعني أمور غريبة. فأنا نتمنى يعني كن ندرسوا العلاقات الصينية الإفريقية من الجزائر ما نعتبرهاش يعني قارة أخرى ولا أنه إفريقيا هذه مش تبع ولا إحنا مش تبعين إفريقيا. من ناحية الأكاديمية هو في الحقيقة يعني إفريقيا مش مفهومة كثيرا يعني في أمريكا من ناحية الأكاديمية، هي تبقى قارة فيها أكثر stereotypes على أنها فيها مفاهيم وفيها يعني اختصاص. لما نتكلم على العلاقات الصينية الإفريقية كان بزاف stereotypes يعني جيونا من يعني الاختصاصيين في أمريكا أنه دائما يشوفوا بالقارة الإفريقية ما عندهاش قوة، ما عندهاش استقلالية، ما عندهاش إمكانيات أنها يعني تشكل علاقاتها الخارجية مع الدول العظمى، هي دائما تكون ضعيفة في العلاقة. فهنا هذه حاجة يعني دائما أنا في بحوثي نصادفها دائما، ودائما نجربوا احنا نحاولوا نغيروا شويه النظره على القاره الافريقيه خصوصا احنا اللي من القاره الافريقيه. لما نديروا البحوث تاعنا نحبوا دائما نغيروا النظره هذه انه القاره الافريقيه دائما يعني هي ضعيفه في العلاقات مع الدول العظمى هذه. والغريب في الامر انه مهما نحاولوا مهما يكونوا دائما هذا ستيريوتايبس. لما نعرف لك ان شفتوا هذا كان فيديو باي من تريفر نوا اللي هو يعني كوميديان معروف، هو من جنوب افريقيا يعني معروف يعني، هو دار فيديو عنده اسبوع على على العلاقات الصينيه بافريقيا كانت معمره بهذا الستيريوتايبس وكانه ما عرف يعني تقول ترامب هو اللي كان يتكلم مش تريفر نوا. رغم اللي معروف اللي سياقه يعني سياسيا بعيد على ترامب وحتى يسار الحزب الديمقراطي ويعني مولود وكبر في 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 جنوب افريقيا على المستوى الاجتماعي نتاعو كان مستوى عالي، ولكن مواقفه السياسيه ديما على يسار المجتمع الامريكي خلينا نقول، ومن اكثر الاشخاص متابعين عشرات الملايين يتابعوا فيه. ويعني سيادتك والعديد من الباحثين المهتمين بالعلاقات الافريقيه الصينيه انتقدوا الحصه اللي قام بها لانه يعني ما غيرتش النظره للامريكيين عندهم على القاره الافريقيه، خلاص يعني ساهمت يعني في تعميق هذوك الستيريوتايبس والاخطاء يعني الاغلاط هذه اللي تتقال دائما عن القاره الافريقيه وكانها دائما هي محل الضعف ومحل يعني فهذه امور شويه لي سامبل ديسيفون. ولكن احنا كباحثين حاولوا دائما نمدوا النظره مختلفة شوية على القارة الإفريقية على وش كان يعني في أمريكا. ما كانش
الناس ما يعرفوش بزاف افريقيا في امريكا بالحقيقه، يعرفوا ممكن جنوب افريقيا، ممكن يعرفوا بلاد ولا زوج، لكن ما يعرفوش بزاف على القاره الافريقيه، فتبقى دائما هذا الستيريوتايبس تلعب دور كبير. البحث نتاعك اذا كان عنده صديق، كان انت تتمنى انه صديق يكون او امباكت محدد يكون عنده، شنو هو تتمنى انه صديق يكون هذا؟ اللي تكلمت عليه الان على تغيير النظرة على القارة الإفريقية وكأنها يعني محل يعني هذه القوة العظمى دائما يجي، والقوى الكبرى دائما يجي، والإفريقيا دائما غير بشي ما فيهاش يعني هكا إمكانيات واستقلالية، وهذه من ناحية واحدة. من ناحية اثنين كان صدى، يعني أنا والله نتمنى لو كان أكثر ناس يعني من المغرب العربي ومن شمال إفريقيا يكونوا يعرفوا شوي أكثر على القارة الإفريقية اللي إحنا تابعين لها يعني، ولكن يعني we don't act like it، مرات ما تبانش يعني باللي تابعين إحنا القارة هذه، من حيث النقص يعني knowledge على معرفة على القارة الإفريقية، فهذا الشيء هذا شوية أنا لو كان يعني نتمنى لو كان يكون صدى شوية، ولكن في الحقيقة أغلب المطبوعات وأغلب البحوث اللي نديرها باللغة الإنجليزية فتبقى دائما limiting، فتبقى دائما ما توصلش يعني، هذه شوية حاجة اللي it's painful شوية يعني، كنت نتمنى لو كانت سهولة أكثر، لأن البحوثنا يكونوا ممكن يترجموا، ممكن يكونوا يعني أكثر صدى. فأنا يعني حبيت أنا نشكركم على هذه الدعوة، لأن هي يعني راح تلعب دور كبير، لأنه هذا الجمهور اللي راح يكون يفرج هذا الكونفرسيشن هذه، والله يكون يسمعنا، قادر يكون يتعرف شوي على البحث اللي نديره، قادر ممكن يكون لو حتى يكون شخص ولا اثنين يكونوا ام تي بو كوريو ويروحوا يحوسوا شويه على البحث، فيكون هذا شرف كبير ليا. ولكن الصدى يكون يعني اغلب الصدى في امريكا وفي في 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 الصين، في بعض الدول الافريقيه اللي تكون اللغه الانجليزيه مستعمله فيها اكثر، في الجامعه وفي الطلبه يكونوا يعرفوا شويه اكثر على هذا البحوث اللي نديروهم، فشويه يعني سامبل ليميتون في الحقيقه، انه الصدى تاع البحث تاعنا يرجع للمغرب العربي. مفهوم، هذا بالفعل نقطة مفارقة يعني بارادوكس كبير برشا، لأنه في غالب الأحيان احنا اللي في شمال أفريقيا، تونس، الجزائر والمغرب، الفرنسية عندها أثر مازالت موجودة، كي البحوث تتكتب بالفرنسية اللي الناطقين بالإنجليزية ما يعترفوش بهم، والعكس بالعكس، وكثما الحواجز اللغوية، كما أنه الفرنسية لا الفرنسية ولا الإنجليزية هما لغاتنا. ف إن شاء الله هذه تكون فرصة، وممكن يجورة صغرونة مساهمة صغيرة في أنه يتم تعميم. لينا بن عبد الله، نحب نعود نشكرك، عندي العديد من الأسئلة الأخرى ولكن مش خليهم مناسبة أخرين، منهم المبادرات الأوروبية، الصينية، الأمريكية، للقارة الأفريقية، وكيفاش هذوما يتفاعلوا مع بعضهم، والمقال اللي أنت كتبته ونشرته في Foreign Affairs اللي باش نشاركوه زادا، واللي يتحدث في المقاربة الاقتصادية أو الثقافية أو الدبلوماسية للقارة الأفريقية. ولكن المرة هذه مش نقفل هنا، ومش نقول لك يعطيك صحة مرة أخرى، كان شرف لنا وشرف لي شخصيا، وإن شاء الله نتقابل ونتحدثوا في مناسبات أخرى. الشرف كله لي، شكرا جزيلا، إلى اللقاء، باي باي.